خلال لقاء مفتوح مع المواطنين بحضور سعادة وزيرة الصحة السيدة فائقة بن سعيد الصالح، أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن مشروع الضمان الصحي الوطني لمملكة البحرين يعد أحد أهم البرامج الوطنية لتطوير قطاع الصحة بالمملكة، مضيفا معاليه لما يمثله القطاع الصحي في البحرين من أهمية لكل مواطن ومقيم، وقد حقق مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يدفع لمواصلة التميز والإبداع في تقديم خدمات هذا القطاع وبجودة عالية عبر إيجاد العديد من البرامج والمبادرات الطموحة. كما استعرض معاليه ملامح المنظومة الصحية المستقبلية المقترحة والتي ستكون من أهم مخرجات تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني. من جانبها قالت سعادة وزيرة الصحة إن مشروع الضمان الصحي سيرفع جودة الخدمات الصحية دون المساس بالمكتسبات الحالية للمواطنين، مشيرة إلى ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات لمناقشة الأمور المتعلقة بالمشروع لوضع رؤية شاملة لعملية تطبيق البرنامج وما يسهم في تكريس أسس الضمان الصحي والتي ترتكز على رفع مستوى الخدمات الصحية وأيضا في جودتها. الضمان الناس متخوفة جدا، لأن في بعض الناس عندهم بطاقات تأمين من الشركات، هذه الشركات حط لك ليمت محدد للتأمين، مثلا الأسنان 300 دينار، إذا طاف 300 دينار واحد يدفع من جيبه. فالدكتور محمد جزاه الله خير بيّن أن هناك لا ضمان يعني مفتوح للعلاج المواطن، وهذا شيء طيب. يشعر المواطن اليوم أن في تواصل من بين وشفاف ما بين المسؤولين وبالكذا. الأمور ما بنقول واضحة 100% بالنسبة لمشروع الضمان الصحي، ولكن هذه خطوات جيدة لتبدد المخاوف من هذا النظام، ولكن هو نظام جيد حسب ما شرح، نظام يعني واعد ومطبق عالميا، ويبقى الآن أن احنا شوي نعطي بعض الثقة أن يكون في تنفيذه، ويراقبون المسؤولين ويراقبون المواطنين طريقة التنفيذ. وجودهم معنا أعطى الكثير من الإطمئنان للشارع البحريني في أن مشروع الضمان الصحي يفترض أنه هو لازم يكون موجود عندنا في السنين القادمة، خصوصا مع أن سكان البحرين بدأ عددهم بالزيادة، الخدمات الصحية صارت أكثر، المراكز الصحية صار عليها ضغط، فيفترض أنه يكون في بدائل. استطعنا نتعرف على الضمان الصحي وماذا يقدم للمواطن. كان في الواقع هنالك نوع من الخوف لدى المواطن، لكن الحمد لله رب العالمين بفضل الشفافية اللي تقدم فيها الدكتور وسعادة الوزيرة استطاعوا أن يوصلون مفهوم البسيط للضمان الصحي وما يحتوي هذا القانون.